الرياح الموسمية نوع من الرياح يعود نشوؤها إلى ظروف الضغط الجوي التي تتعرض إلى تحولات كبيرة ما بين الصيف والشتاء. تهب الرياح الموسمية في مواعيد معينة على أقاليم محصورة في المناطق المدارية. تتميز الرياح الموسمية بأمطارها الصيفية الغزيرة، جفاف معظم مناطق هبوبها في فصل الشتاء، اختلاف اتجاهاتها في الصيف عن الشتاء. يسود هبوب الرياح الموسمية جهات مختلفة داخل المنطقة المدارية، ومن أهم هذه المناطق جنوب آسيا وشرقها.